السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. الله يسلمك. الحمد لله بخير. مصطفى كنت عايز استفسر معاك عن حاجة. اتفضل. دلوقتي شيخ لو احنا حابين نشتري في المدن الجديدة شقة. أكيد حضرتك سمعت عن موضوع وديعة الصيانة. اللي هي ما بتبقاش. هذا اضطرار الآن. اضطرار الآن. أجبرونا عليه والإثم على من أجبرك. طيب هل يعني أنا مش بإيد إن أنا أغير. خلاص ما أنا قلت لك لا بأس. لا بأس صح؟ لا بأس ماشي. جزاك الله. وإياكم.